بداية أود أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير إلى معالي أخي القدير معالي الأخ حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم ضيافتهم وعلى هذه الدعوة الكريمة وهذا اللقاء الناجح الحمد لله اليوم على كل الصعد. شاركنا الحمد لله في هذه الزيارة الرسمية للمملكة المغربية الشقيقة على رأس وفد برلماني كبير يمثل مجموعة الصداقة العربية والإفريقية، تأكيدا على عمق وأهمية هذه العلاقات التاريخية التي تربطنا بإخواننا في المملكة المغربية. وبالتأكيد أن هذا ليس بالغريب أن العلاقات الاستثنائية اللي ترسخت من علاقة أخوة ما بين الوالد المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وأخيه أيضا صاحب الجلالة الحسن الثاني غفر الله لهما كانت يعني أساس لتوطيد علاقاتنا تاريخيا وأيضا بعد استمرارها الحمد لله على عهد قياداتنا الآن في قيادة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وكذلك أخي جلالة الملك الملك محمد الخامس رعاه الله. واليوم الحمد لله نشهد على نفس مستوى هذه العلاقات الاستثنائية الأخوية قيادة وشعبا ترجم لها على المستوى الحمد لله البرلماني من خلال علاقتنا المتميزة مع مجلس المستشارين وأيضا مع أيضا بقيادة الحكيمة لأخي معالي حكيم بن شماش الذي شهدنا منهم كل الدعم وكل التأييد ودائما يعني عملنا المشترك وفق رؤية مشتركة ترعى قضايانا ذات الاهتمام والأولوية والتنسيق والتعاون الكامل سواء على الصعد الإقليمية أو الدولية. وبالتأكيد أن هذا ترجم في ما يدعم وحدتنا وتضامننا على المستوى العربي وكذلك على مستوى أيضا العلاقات المتميزة الثنائية ما بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وما بين أيضا المجلس الوطني الاتحادي ومجلس المستشارين. لقد شهدنا اليوم أيضا توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم هي تأطير لعمل برلماني مشترك إن شاء الله يؤكد من خلاله على أهمية وضع برامج وأجندة عمل مشتركة نحرص من خلالها إن شاء الله على تقديم كل ما هو يحقق تطلعات شعوبنا ويعزز عملنا البرلماني سواء في التبادل المعرفي أو في تعزيز التشريعات الموجودة لدى مجلسينا أو كذلك أيضا في وضع المبادرات التي توطد وتعزز علاقاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك أيضا تدعم أوجه التنسيق المشترك والتعاون على كل الصعد. تناولنا العديد من القضايا اللي أكدت على وحدتنا دائما ونحن ننظر إلى المملكة المغربية وعلاقتنا بكم كعلاقات أسرة وأهل، وبالتالي كانت من هذا الإطار تؤكد أن الإمارات دائما كقيادة وكحكومة وكبرلمان وكشعب تنظر أولا بتقدير كبير إلى مواقف جلالة الملك محمد السادس تجاه دولة الإمارات وكذلك قضايا العمل العربي المشترك، وهنالك أيضا إرادة سياسية قوية للارتقاء بمستوى علاقات البلدين وعمل مؤسسي مستدام ما بينهم خاصة من خلال أيضا اللجنة الإماراتية المغربية المشتركة،
ولا شك أن اليوم ليس بالغريب أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب، هذا ترجمة لأهمية المملكة المغربية لنا، وكذلك أن نحن ننظر إليها أيضا كبوابة أيضا لأفريقيا. كان في المجلس الوطني دائما نستلهم خطى قيادتنا الرشيدة وتطلعات وطموحات شعبنا في تقوية هذه العلاقات الهامة مع الأخوة في المملكة المغربية على الصعيد البرلماني. ولذلك تأتي المملكة المغربية ومجلس المستشارين ومجلس النواب في مقدمة المجالس التي يستهدف المجلس الوطني تعزيز علاقات البرلمانية بها، ونحن نشهد الدعم المتواصل لهم لكل ما تقدمه دولة الإمارات والمجلس الوطني على جميع الصعود الإقليمية والدولية. وتم اليوم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأولوية المشتركة، ليس فقط عن تطورات الأوضاع المختلفة، لكن التأكيد على أيضا موقفنا الراسخ والحازم من الوحدة الترابية للمملكة المغربية وعلى مغربية الصحراء وسيادتها ووحدتها الترابية. ونثمن عاليا أيضا الموقف الراسخ للمملكة المغربية تجاه أيضا مطالبتنا العادلة بجزرنا الثلاث المحتلة من قبل إيران، وأكدنا كذلك على حرصنا وتأكيدنا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدول، وتأكيد أيضا رفضنا للتدخلات الإيرانية على مستوى المنطقة، وخاصة التي شهدناها والتي سببت أزمات كثيرة كما نراها في اليمن وفي مناطق أخرى كسوريا والعراق. بالتأكيد هناك أيضا ملفات كثيرة مشتركة، أهميتها أن وضعنا دائما القضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية الأولى، ودعمنا للشعب الفلسطيني وتعزيز كل ما يعمل على رفع معاناته، وإصرارنا دائما على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين. وكذلك عن الأزمات الموجودة في ليبيا، والتي نثمن عاليا دور المملكة المغربية في اتفاق الصخيرات وفي كل ما يعزز الوحدة العربية وللأشقاء في ليبيا، وكذلك دور الإمارات في مجموعة أصدقاء ليبيا. ونتمنى إن شاء الله من خلال المفاوضات ومن خلال أيضا الحلول السياسية السلمية أن تشهد الأزمات المختلفة سواء كان في ليبيا أو في سوريا أو في الدول الأخرى إن شاء الله حللها، وخاصة في اليمن اللي تقوم فيه دولة الإمارات بدور كبير في رفع المعاناة الإنسانية الموجودة هنالك، وليس فقط عن تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي نراها في أشكال مختلفة وتجاوزت أكثر من 5 مليار دولار، وترجمت على إنشاء المساكن والمستشفيات والمدارس وكذلك إمدادهم بالغذاء. لكن أيضا هناك الكثير من المبادرات لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، التي نطلع إلى أن إن شاء الله تشهد ذلك قريبا إذا احترمت يعني ميليشيات الحوثية اتفاق ستوكهولم، وحاول نحن يعني نعمل جاهدين على أنهم دائما يقومون بدورهم في الحفاظ على الوعود والتعهدات الأممية التي ننشد من خلالها السلام في ليس فقط في اليمن ولكن في المنطقة ككل. لا شك أن هنالك ملف مشترك هام جدا وهو مكافحة الإرهاب والتطرف، يعني أجمعنا أن يكون هو أولوية في عملنا إن شاء الله البرلماني من خلال مجموعة الأخوة الإماراتية المغربية، وسيكون هنالك الكثير أيضا من أجندات العمل وبرامج العمل التي تخرج من خلال هذه الأولوية. ولا شك اليوم نحن يعني الجهود المشتركة بين الإمارات والمملكة المغربية في جانب مكافحة الإرهاب واضحة، ونعمل من خلال دورنا البرلماني على دعمها، ونتشرف أيضا كدولة الإمارات بترأسنا للمجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد البرلماني الدولي، أن نعمل يدا واحدة مع المملكة المغربية ومع مجلس المستشارين ومجلس النواب في ترجمة دور البرلمانيين في دعم خطى دولنا في مكافحة الإرهاب والتطرف. نشكركم على هذا يعني الترحيب الكبير واللي ترجم عمق العلاقات الأخوية بيننا، وأحسينا فعلا أن نحن في بلدنا وبين إخواننا،
ونتمنى إن شاء الله أن دائما علاقاتنا هذه تكون في تطور مستمر وتترجم خصوصية واستثنائية العلاقة المتميزة اللي شهدناها على مستوى القيادة وعلى مستوى الحكومة والشعب وإن شاء الله على مستوى البرلماني. أشكر مرة أخرى معالي أخي العزيز الأخ عبد الحكيم بن شماش وأشكركم جميعا على تواجدكم كإعلاميين معنا اليوم. شكرا لمعالي. الاعتزاز باستقبال معالي الأخت الفاضلة السيدة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والأخوات والإخوة الأعزاء أعضاء الوفد المرافق لها. ومثلما قلت للسيدة الرئيسة فإن ذاكرة مجلس المستشارين ستحتفظ وستسجل بكثير من الاعتزاز هذه الزيارة، كما تفضلت بذلك معالي الدكتورة. المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة نسج معا بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة لقيادتي البلدين، نسج معا على مدى تاريخ طويل علاقات أخوة وعلاقات احترام متبادل تطورت تدريجيا فأصبحت اليوم نموذجا لشراكة وثيقة بين بلدين يتقاسمان ليس فقط التاريخ المشترك والمقومات المشتركة والقيم المشتركة، ولكن يتقاسمان كذلك الطموحات المشتركة وتطلعات مشتركة، وهما على الخط نفسه من مواجهة تحديات مشتركة كانت حاضرة في مباحثاتنا المثمرة التي أجريناها مع معالي السيدة الرئيسة. وبطبيعة الحال ما يغذي هذه العلاقة المتميزة هو إرادة قيادتي بلدينا. اليوم كما تفضلت معالي السيدة الرئيسة نكتب صفحة جديدة في على مسار توثيق وتوطيد هذه الشراكة المتميزة، ولدينا على جدول أعمال علاقاتنا الثنائية في إطار الرؤية المشتركة والمتطابقة التي تقاسمناها مع معالي السيدة الرئيسة، لدينا اليوم يعني فرص حقيقية من أجل ارتياد ومن أجل استثمار كل الآفاق الرحبة التي تتيحها هذه الشراكة المتميزة. بطبيعة الحال نحن واعون نتقاسم نفس القناعة بأن مسؤوليتنا في هذه اللحظة الفارقة التي تجتازها منطقتنا العربية والإسلامية تستوجب منا أكثر من أي وقت مضى امتلاك استعادة المبادرة وامتلاك مبادرة تغيير الكثير من الوقائع الموجودة على ساحة منطقتنا وكذلك في ارتباط بالساحة الدولية. إحدى الأولويات القصوى التي نتعبأ جميعاً مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى الأولويات التي نتعبأ للاشتغال عليها معاً هي أولاً ارتياد آفاق أرحب واستثمار كل الفرص المتاحة اليوم من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا. وقد تباحثنا مع معالي السيدة الرئيسة الفرص الثمينة التي يتيحها اليوم التموقع الجيوستراتيجي للمغرب في علاقته بعمقه الأفريقي، ولكن بجانب ذلك أيضا نحن حريصون وقد يعني وثقنا ذلك في مذكرة التفاهم التي وقعنا عليها قبل قليل، بجانب ذلك نحن معنيون كذلك ببلورة مشاريع وبرامج عمل لمواجهة التهديدات ذات الطابع الأمني وذات الطابع الإرهابي. أيضا نحن كذلك واعون بأن إحدى الأولويات القصوى المطروحة على جدول أعمال العلاقات البرلمانية بين مجلسينا هو إيلاء الاهتمام الضروري لتقاسم وتبادل الخبرات، ونحن نعرف أن أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ماضون بتبات نحو
تبوء موقع الريادة في عدد من القضايا ضمن الرؤية المستقبلية التي أقرتها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن أيضا في المغرب بلورنا تحت قيادتنا الحكيمة كذلك تجارب ويعني ممارسات فضلة في صدد عدد من المواضيع المشتركة، منها ما هو مرتبط بمكافحة التطرف وثقافة الكراهية والتعصب ومواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية. وهنا نود أن نفتح قوسا لأجدد التعبير عن شكر المملكة المغربية واعتزازها القوي بالموقف الثابت الذي دائب أشقاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على التمسك به فيما يتعلق بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وفيما يتعلق بدعم وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل لهذا النزاع المفتعل. وبالقدر نفسه من القوة جددنا التعبير لمعالي السيدة الرئيسة عن موقف المملكة المغربية الثابت فيما يتعلق بدعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة واستعادتها للجزر الثلاث المحتلة. أمامنا شراكة وثيقة تتطور باستمرار، ونحن سعداء أننا اليوم نفتح بعدا جديدا في هذه الشراكة، وهو بعد التعاون المثمر بين مؤسستين تشريعيتين، ليس فقط في إطار الثنائي ولكن أيضا في إطار المتعدد الأطراف، ولا سيما ما يتعلق بعملنا المشترك الذي نقوم به والذي تعهدنا على أن نوثقه وأن نقويه أكثر فأكثر في إطار المنظمات البرلمانية القارية والدولية، ومنها على سبيل المثال فقط الاتحاد البرلماني الدولي الذي نتشرف بالدور الهام الذي تلعب معالي السيدة الرئيسة على رأس لجنة المكلفة بمكافحة الإرهاب، وهي اللجنة التي تشتغل في إطار شراكة وثيقة مع الأمم المتحدة. نرحب أشد ما يكون الترحيب بمعالي الدكتورة وبأشقائنا في الوفد المرافقة. شكرا.